رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الدوانية. ومحمد اليوم مستمتع بالدوانية، استمتعت بالدوانية؟ يعني محمد ولهت على الدوانية؟ اي أيوة والله. صدق؟ صدق ما عندي وقت اقعد والله. يعني انت تخلص وتروح ولا ما قاعد تروح؟ اروح، بس ما يمدي الحين صلاة الجيام بعد بلشنا 10 الاواخر، ما في وقت. يلا تقبل الله طاعتك، واكيد متواصل معاهم عبر شاشه التلفزيون الكويت. ان شاء الله. وفرحانين لك طبعا بهالاطلاله المميزه. وجه لهم تحيه اللي يتابعونا من الربع الديوانيه، نقول لهم تحيه لكم حياكم. طبعا خلونا نتكلم عن موضوع وايد حلو بوجود ضيوفنا لليوم منورينا، الاستاذ انوار الحمد. يا مرحبا فيك. مرحبا فيك. دكتور عذاري الفضلي، يعني يمكن اقول انتم دائما متميزين بنصائحكم وارشاداتكم اللي هي التربويه الإرشادية النفسية اللي تجمع ما بين مجتمع كامل، يطلع بجيل واعي مثقف لبعض النصائح اللي يحتاجها حتى بالكلام. الذكرى إذا صار موقف تحسسها بعاطفته إذا كان محتاج لتوجيه. يمكن وايد ناس ما يحبون يروحون أطباء نفسية، يمكن وايد ناس يخافون من الاستشارات، يحسون أن هذا نوع من الضعف، لكن انتوا طلعتوا هالموضوع بشكل وايد حلو وبروزتوه بشكل انه امر جدا طبيعي، وصار فيه بمجتمع ثقافه لناس مثلكم وشرواكم شلون الواحد يتقبل منهم ويسمع لهم ويحتاجهم. ونرحب فيكم وتقبل طاعتكم، ينعاد عليكم يا رب شهر رمضان الكريم بالصحه والعافيه. منا ومنك مبارك عليكم، ما تبقى من الشهر، وكل عام وانتم بالف خير وعساكم من العواده. تقبل الله طاعتكم ان شاء الله. خذيناكم اليوم من غبقاتكم. والله احنا اليوم غبقه، غبقه ايه؟ تلفزيون الكويت، فما فرقت علينا وايد يعني. حلو، بس الحين يعني بنتكلم موضوع وايد مهم. اتمنى دكتورة عذاري وايضا الاستاذة انوار الحمد وايضا زميلتي حصة، من غير تحيز، في عندنا نسبة ارتفاع الطلاق، هذه اخر احصائية تقول ان نسبة مرتفعة. سويتوا انتوا كمرشدات في علم الاجتماع او النفسي الحد من هذه النسبه او ارتفاع النسبه هذه؟ هو طبعا يعني الحمد لله الحين الكويت رائده في دورات الاعداد المقبلين على الزواج، لان احنا عندنا دائما من المهم الوقايه اهم من العلاج، يعني احنا وايد نؤمن بهذه المقوله، يعني اذا احنا حضرنا الطرفين الرجل والمراه من قبل دخول عالم الزواج هذا، هني راح نتجنب وايد عقبات. نعم. ما في علاقه زوجيه ما فيها مشاكل، يعني العلاقه الزوجيه اللي ما فيها مشاكل هذول الطرفين اصلا ما قاعد يتواصلون مع بعض، فشيء طبيعي انه يصير فيه خلاف، لكن شلون احنا نتعامل مع الخلاف هذه، مع الخلافات هذه اثناء حدوثها، هذه اللحظات او هذه المواقف هي اللي تسبب طلاق، لان الاثنين ما يتحملون او ما يعرفون يتعاملون مع الاختلاف او الموقف اللي سبب شوي عصبيه، فتلاقي المراه خلاص يعني تنسحب وتطلب الطلاق، او الرجل ينفعل ويفقد الامل ويطلق. نعم. فالدورات هذه وايد مهمه، واتمنى يعني الاختلاف يعني الاختلاف شيء طبيعي، ولكن نعول على التعامل مع هذا الاختلاف. بالضبط، احنا طبيعي، احنا من الطبيعي ان احنا نكون مختلفين، مو من الطبيعي ان احنا نكون متشابهين، يعني غلط اذا احنا متشابهين اصلا، فلازم احنا نتعلم ثقافه الاختلاف، ثقافه الاختلاف ان احنا البشر مو كلهم نفسك، يعني هو يمكن يحبها باختلافها وهي تحبها باختلافها. يعني اول شيء لازم يتعرفون على اختلافات بعض وعلى عيوب بعض، لان ما في احد كامل، اذا انا تقبلت عيوبك، تقبلت عيوب الطرف الثاني، انا هني اقدر اتعامل مع الطرف الثاني بكل مواقف مراحل الحياه. لكن لما انا تواجهني عيب وما اعرف اتعامل مع هذا العيب، او ان انا اكتشف العيب بعد الزواج، هني يعني اكيد راح تحوش الطرفين صدمه او ان مشاكل هم بالغنى عنها. استاذ انوار، يمكن انا في موضوع احب اتطرق له، ان في زمننا الحين القاء المسؤوليه الكبيره على عاتق المراه خلاها تنسى عاطفتها اللي هي انفطرت على هذه العاطفه، خلاها تكره انها تبين عواطفها في طور تحملها المسؤوليه، تحس ان الحب ضعف. فاكيد انتم لمستوا هالموضوع، ان الحب تضحيه، الحب ضعف، وانا ما ابي اطلع بهالصوره وما ابي اكون ضعيفه وما ابي اكون مكسوره، فخلاها تكون شحيحه في عطائها للعاطفه. فايش رايك فيها؟ طبعا نقول احنا في زمن، او مو نقول زمن، مجتمع تنازل الرجل عن مسؤولياته بشكل كبير، ما نقول الكل بس في الاغلب، والمرأة أخذت هذا الدور نتيجة عواطفها ومشاعرها،
فهي مضطرة ما تقدر تخلي عيالها مثلا بدون طلعة، بدون أكل، بدون بدون بدون، فخذت هذه المسؤولية نقول بشكل كبير. فهذا أدى إن خلى المرأة إن عندها وظيفة، عندها سيارة، هي شايلة كل المسؤوليات. فأغلب الاستشارات اللي جاتني كانت المشكلة إن الجفاف العاطفي من قبل الرجل، فتقول أنا شايلة المسؤولية وفي جفاف عاطفي وما في اهتمام، كلمة حلوة، أسلوب حلو، فأنا ليش عايشة معه؟ والمشكلة أنها تحدث هذه الطلاقات بعد سنين طويلة من الزواج، يعني عادي يكونوا عيالهم بالجامعة. بس أحب إحنا نحب نذكر إنه مو شرط نعول دائما على الرجل يكون هو المخطئ. طبعا حتى يكون لا لا ليش الرجل ترى؟ لا لا شوف شفت حصه احنا قاعد نتكلم عن حاله معينه يتنازلون عن مسؤوليات. المراه دائما تحب الاستقرار، تحب الهدوء، تحب الحضن الداخلي اللي يحضنها. المراه كذي؟ لا والله تعريف المراه ضده تعريف المراه حق الحب، وهذا شفته وايد بدوراتي وايد سويت مثل استبيان حق الرجال والنساء. يقول لك الرجل الحب موقف، يعني انا قاعده اروح الدوام قاعده اجيب مثلا الماكله قاعده اسوي، فالمراه تشوف هذا الشيء واجبه، قاعد اسوي واجبه ما قاعد اسوي شيء حلو زياده حلو. بس المراه عندها ان الحب ان تقدم تضحيه عطاء، فيختلف المفهومين، فهني توصيل الحب يكون خاطئ فما يفهمون بعض، ما في لغه مشتركه. أنا عندي بس معلومه قريتها قبل انه يقول حياه المراه سمعية وحياة الرجل مرئية أو شيء كذي. هو شوف يعني الاختلاف على فكرة بالحب عند المرأة والرجل هو في التعبير. الرجل تعبيره يختلف عن تعبير المرأة. المرأة تعبيرها اللي هو أنا أبي الكلام الحلو، أبي الاهتمام، أبي على طول يسأل عني، أبي على طول يهتم فيني، مرات تمثل عشان تشد انتباهها. الرجل لا، التعبير بالحب إنه هو يوفر احتياجات المرأة، يوفر الأمان لها، يوفر لها المصاريف، ان هذا انا لما اعطي وادفع واجيب يعني الاحتياجات المنزليه انا هني قاعده احب. فدائما لما يصير نقاش بين الرجل والمراه يقول انا طول اليوم قاعده اشتغل حق منه، يعني هو بالنسبه له هذا انا عشان احبكم. لما يصير اهمال او انه ما في تلبيه احتياجات عند الرجل، هني الرجل خلاص يوقف عن يعني الاختلاف في التعبير. لازم الرجل يفهم تعبيره. يعني نقول احنا من كوكب المريخ وانتم من الزهره. هو فعلا كذي يعني حتى تركيبه السؤال وايد تختلف مع ولا ضد الزواج المبكر. الزواج اللي المبكر هو شوفي يعني الزواج المبكر في له، الزواج المبكر والزواج المتاخر في له شروط وفي له قواعد. يعني لازم ان الاثنين يفهمون بعض على الاقل 6 أشهر، يعني تعرفون على اختلافات بعض مثل ما قلنا قبل شوي. في حال الجيل هذا بهذه الثقافة، في الجيل اللي نقول مثلا متعود على السرعة يعني أخذ المعلومة، السرعة في إنجاز الشيء، السرعة في تلبية الطلب، السرعة، هل تأيدين الزواج المبكر في ظل هذا الجيل القادم؟ نفسيا الإنسان ينضج عقليا وعاطفيا عند العمر 29-28 عاطفيا ينضج. قبل هالعمر هذا هو مو مستقر عاطفيا، يعني ممكن عمر 18 يحب انسان بمواصفات، عمر 25 تتغير مواصفاته، عرفته؟ فهو لما يتزوج عند هذا العمر وبعدين بعد فتره يتغير عنده احتياجاته وشخصيته تتغير، فينصدم في الاختيار اللي هو اختاره. حلو، انا بسال الاستاذ انوار. بس بقول لك شيء. تفضل. يعني انا ودي انقل الصوره وابيكم انتوا انا بعقب على هالموضوع. ما يصير الحين انا بتكلم خاصه قالت انا بتكلم خاصه بتكلم انت قلت تفضلي دكتور استاذه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. انا اتكلم عن موضوع واقعي وقاعد نشوفه بمجتمعنا ونشوفه حوالينا وباستشاراتنا، وانتم قاعد تشوفونه بكل مكان. المشكله اللي عندنا ان دوافع الزواج شنو يكون في حزتها، فالانسان يكون مو فاهم نفسه اصلا هو ليش يبي يتزوج، فيكون عنده تركيز واحد. احيانا الام تبي تزوج ولدها عشان تعقله تفرح فيه، صح او تعقله صح إيه، يعني تزوجه واحده عاجل عشان تعقله، وهذه ما راح تعقله يعني نهائيا. فنشوف شنو الدوافع حق الزواج ونعرف شنو اهداف الزواج بشكل عام، وهل هذا هدفنا من الزواج. بس انا عندي مداخله صغيره، ان لكل عمر احتياجاته واساسياته صح واهتماماته صح. فعل يعني كل بشر او كل بشريه لازم تعيش حقبه زمنيه اللي تناسب احتياجاتها وعمرها. فاغلى ما على البني ادم عمره، صح. اذا ما عاش عمره شنو راح يعيش يعني. فاتوقع ان كل سن لاحكامه. انا بفتره المراهقه احتاج احتياجات معينه،
ما ينفع اني انا اول المراهقه او توني مخلص سن المراهقه اتزوج. لا، هذه انا اتوقع انها لا، هذه مو احتياجات اساسيه لهذا السن. حتى العمر اللي عقب، يعني كل واحد لازم يفهم احتياجات عمره. ويعني يمكن انا عندي قناعات بهالعمر، بعد كم سنه ممكن اغيرها. مع الخبرات تغير بعد. حلو دكتور علاري، قاعد اسمع من خلال كلامكم ان في دورات للحب، وهل الحب يحتاج الى دورات؟ الحب اي طبعا، يعني الحب اول شيء مو الحب الرجل والمراه والحب العاطفي، الحب لازم الانسان يحب نفسه من الاول. احنا عندنا وايد ناس ما يعرفون يحبون نفسهم، يطلبون الحب من الاخرين، يعني يتشبع بمشاعر الحب اللي كل انسان محتاجها، اللي هو حطها هرم ماسلو الاحتياجات الاساسيه للصحه النفسيه منها الحب. فاذا الانسان ما اكتسب هذا الحب من داخله، وما هو زرع الحب هذا من الداخل، ما راح يحصله عند الاخرين. قاعد نشوف احنا الحين او يعني الفتره اللي طافت وايد الناس قاعد تطلب الحب من الاخرين، قاعد تضحي علشان الحب، قاعد مثل ما قلتي قبل شوي، في ناس احجبت مشاعرها وخلاص، يعني تمسكت بالشده وان انا ما راح احب علشان ما قاعد يحصلون الحب المقابل. ومن كثر الصدمات احنا عندنا حتى دورات احنا نسميها الصدمات العاطفيه. شنو اسبابها؟ لان الانسان وايد قاعد يطلب الحب من الاخرين، وقاعد يطلبه بالشكل الغلط. ليش؟ لانه هو فاقد الحب بداخله. نعم. فهذه الدورات اساسها ان احنا نصنع او نزرع الحب في داخل الانسان. مثل ما في مقوله معروفه تقول فاقد الشيء لا يعطي. أكيد. اذا الانسان ما يعرف يحب نفسه، شلون اقدر انا احب غيري يعني؟ فهذا هو الحب اللي احنا محتاجينه، وبالمقابل راح يعطي العيال والاهل وحتى الشغل. حلو. الجميل حصه ان ذكرت الدكتوره عذاري ان الحب مو شرط يكون بالعاطفه. صح. حب نفسك، حب الناس، فهذا شيء جميل. لو تسمعون عن الحب، يعني لما تسمعون عن الحب بالاغاني بالمسلسلات، شنو؟ عذاب، جروح، طعون. الى اخره. هذا المفهوم الخاطئ، لان دائما الانسان ينطر السعاده والحب من غيره. فعشان كذي احنا نتكلم في الحب، لو نبدي في دوره حياتيه حق الحب، المولود اول ما ينولد يركز على ذاته واحتياجاته فيحب نفسه. الام تعبانه بتنام، هو مركز على ذاته. طبعا لما ينتقل مرحله هذا عمر الروضه، هم مركز على ذاته، كل شيء حقه، يبي حقه بروحه. هني يبدي هني حاجاته العاطفيه، يحتاج حق التقدير، فنلقاه يبدي بالعطاء حق اللي حواليه. ليش؟ عشان يحصل بالنهايه على التقدير. حلو. فالمفهوم من هذا كله ان الحب اخذ وعطاء، يعني فهذا. حلو. اللي لازم كل انسان يفهمه. دائما حصه قاعد الاحظ بما نتكلم عن الحب، دائما حتى الابتسامه، في ناس بخلة بالابتسامه. احنا الحين برمضان كل العالم معصبه زعلانه، بالنهار لما تشوفهم كذي مو ضايع اشوفهم ان شاء الله. لا مو ضيوفنا، لا اقول لك برا العالم كله صدق احس ناس معصبه، ماكو ابتسامه، تلقى واحد طالع فيك يخزك بعصبيه متنرفز، ما ادري ليش. مع ان الحب يكون جميل بالحياه، محمد يكون صيام وتعبانين والجو حار، زين صوم وانت مستانس، ليش زعلان؟ احنا باجمل الشهور لا، والابتسامه صدقه، يعني حلوه انك انت تتذكر هالموضوع، انك دائما تبتسم، لان هذه بحد ذاتها ان انت قاعد تتصدق حق الشخص. مو مبتسمين؟ مبتسمين اثنيناتهم، حرام عليك. عاد تدرون شهر رمضان يعني من الجانب النفسي هو يعتبر شهر تدريبي للنفس. وايد ناس، هو يعني سبحان الله، الله ميز هذا الشهر لوايد مجالات في حياة الإنسان، منها الروحانيات ومنها المجال الاجتماعي، علاقاتنا مع الناس، يعني ضعف حتى الثواب إذا أنت تروح تتواصل مع الأهل، الأقارب، الأصدقاء، وحتى في الصلوات وفي الأدعية كانت يعني مستجابة أكثر من الأشهر الثانية. ومع ذلك فيها الجانب النفسي، ان ضبط الشهوات، ضبط النفس، حتى يعني يقول لك لما تشتم او تسب او تعصب يفطرك هذا الشيء. نعم. فهو شهر تدريبي للنفس وللروحانيات والمجال الاجتماعي. الناس وايد يعني ركزوا على الروحانيات، خلوا شهر رمضان هو ان انا اتواصل مع الله سبحانه وتعالى واتقرب له وادعي و وفي البعض الحين شوي من الجانب الاجتماعي، لكن وايد منهم اهملوا الجانب النفسي اللي هي العصبيه، ضبط الاعصاب، التحكم بالذات، التقرب للذات، ان انا شلون اتحكم، وتنظيم الوقت. ترى هو يعني حتى الصلوات، الافطار، هذه كلها فيها تنظيم الوقت. أكيد. انك تلتزم في الوقت، فهذه كلها مهارات احنا ندربها. الناس يعني اشهر المانجرز والمدراء قاعدين ياخذون هذا الاشياء. ما شاء الله دكتوره، انت متحدثه وضليعه بهذا العلم، لكن بسالك سؤال، منطقه السالميه ليش سموها السالميه؟
هذا مو مجال يكسر ها اللي شافك متميزه بالكلام فقال ايش اسمها القديم زين استاذ والله يا ريت تضيفه حق معلوماتنا اي والله راح نضيفه وياكم ويا ضيفتنا وضيوفنا طبعا الاستاذه انوار الحمد والدكتوره عذاري الفضلي ولكن مع مشاهدينا ومسابقتنا اليوم في غبقه رمضان. طبعا استفدنا وايد من المعلومات القيمه اللي يعطينا اياها زميلنا بصراحه من خلال المسابقه. توني اعرف انك يعني ليش سموها السالميه نسبه الى الشيخ سالم المبارك وعلشان ان هي اسمها قبل سموها قبل دمنه علشان هو شنو دمنة عشان دمن الغنم ولكن دمن اسمها الغنم. الحين السالميه منطقه السالميه نسبه للشيخ يمكن علشان سالم المنطقه بعيده عنا بس انا اشوف يعني عندي وايد اهلي بالجهره وتو دريت الحين انك جهراوي فودي اعرف سبب مدينه الجهره ليش الجهره؟ ليش توهقين يا دكتوره كذي؟ انا ما عندك ثقافه عندي معلومه بالجهره ان الارض الجهره اللي يعني تقريبا طاقتها الشمس او البيضه ما فيها شيء يسموها الجهره. هذا اللي هو المقصد من الاسم؟ اكيد 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 شو اخبارك؟ انت زين؟ انت وين ساكنه حتالك؟ حلو واحد يرجع للاجوبه وايد يمكن أنا بتكلم عن موضوع وايد مهم في الآونة الأخيرة سمعنا أنه راح يكون في محكمة خاصة للأسرة هل تحسون أن في عدد كافي من التوجيه من الموجهين والمرشدين والناس اللي مثلكم وشرواكم أن تستقطب هذه الشريحة اللي حل مشاكلها إذا كان في مشاكل تحلونها إذا مثلا في ناس مثلا مو قادرين يشوفون عيالهم إلا بالمخفر أو بال يعني في أشياء وايد مشاكل كبيرة فتحسون إن هذا القرار كنا محتاجين يكون من زمان يكون موجود طبعاً إحنا محتاجين وعي مجتمعي إنه يتقبلون النصح والرشد بالدرجة الأولى وما يأخذون استشاراتهم من الأقارب لأن كل واحد يتكلم أو الأصدقاء لأن كل واحد يتكلم بالنهاية من خبرته فإحنا دائماً نقول الإرشاد والتوجيه يتكلمون من أساس علمي وما في تحيز لأي طرف ولا تحكمهم أي مشاعر أو أي عواطف مثل واحدة مشتكي حق أمها أختها رفيجتها أو العكس صحيح فنلقى الواحد مهما كان مشاعر أو عواطفه تتحرك فنقول يعني لازم يتوجهون حق الأماكن ويكون في توجيه خاص من قبل الزواج وبعد الزواج ممكن ساعات الموجه والمرشد يكون له يعني يتعاطف مع الحالة اللي قدامه يعني يتأثر فيها عاطفياً. يعني أنا ودي أحس إحساسكم يعني ما أدري بس أنتوا ساعات تعرفون الحالة بتفاصيلها وياخذكم الانفعال لجهة معينة أو شخص معين فهذا مو المفروض يكون كونكم موجهين ومرشدين طبعاً الموجه لازم يكون واعي ويشوف الموضوع من بعيد وما يحكم لأنه هو هني مقاضي زين هو شوفه يعني أنا أول شيء أشكر وايد المجلس الحالي اللي شرع هذا القانون لأنه هو قانون صراحة وايد مهم ومفيد لكل أطراف الأسرة يعني هو القانون هذا ما يتعامل فقط بين الزوج والزوجة هو يتعامل حتى في مشاكل الأبناء الوراثة الورث أو غيره يعني حتى المشاكل بين الأخوان حتى مراكز الحضانة موجودة حتى مراكز الحضانة يعني هو تخيلي أنت الأسرة كل أسرة يصير فيها مشاكل ولما وشيء عادي هذا شيء بسيط فمن المهم إنه يكون لهم مكان family oriented يعني يكون أجواء أسرية وايد الأم لما أو البنت أو الطفل لما يدش المحكمة يعني محتاج إن تكون الناس اللي يشوفهم بعيد عن المجرمين المحاكم الثانية اللي فيها قضايا إجرامية القضايا اللي فيها ناس يعني تأثر وايد في نفسية الأم والطفل والمسن فوايد مهم إن يكون لهم مكان مخصص لهم إن حق النفسية ترتاح نفسيتهم حتى إن عندهم المركز الإصلاح الأسري اللي هي مرشدين يصلحون بين أفراد الأسرة قبل ما تروح القضية للقاضي يعني هذا شيء وايد حلو ومهم للأسرة أنه يصلح بينهم بين أخصائيين يعني مع مختصين يتعاملون مع المشكلة ويحلونها قبل ما تروح حلو القضية حلو كلام جميل دكتورة عذاري الحين لما تجيلك حالة مثلا مكتبك ولا عيادتك أي كان وتقول لك مثلا تشرح لك مشكلة حالة موجودة أنه بالنهاية أمامك أن الريال هو المخطئ تنصحين المرأة بشنو أنت
الرجل هو المخطئ ومخطئ بكل المعطيات اللي قدامك الموضوع تقولي له اشتكي عليه. شوفي اول شيء عند المعالج النفسي او الاخصائي النفسي اهم نقطه انه ما يجامل، لان الاخصائي النفسي والمعالج النفسي نفس انا دائما يعني اقول مثل سايق التاكسي، اذا انت عطيتني عنوان غلط انا اوديك المكان الغلط، واذا انا بجاملك راح تروح للمكان الخاطئ. حلو. فمن المهم ان المعالج النفسي ما يجامل، ان الانسان اللي قدامه اذا كان مخطئ لازم يعرف اخطائه، لان من اهم الطرق العلاج او من اهم مرحله العلاجيه ان الانسان يعترف بخطأ او نعرف وين الغلط بالضبط. حلو. فاذا كان هو المخطئ نقول له طبعا هذه الاخطاء، المشكله مو فيك شخصيا، المشكله حلو. في السلوك هذا قاعد ياثر على هذه المراه. حلو. بالمقابل نقول للمراه هذا يعني ممكن يكون المرآة معاكسة اللي هي محتاجة تسمعها، لازم نكون حياديين بين الاثنين. حلو لازم. حلو ما حلو. أستاذ أنور قومتوا يعني مشكلة موجودة حالة عندك، قومتوها للطريق الصحيح وعاشوا حياتهم سلام وحب طبعا الحمد لله. وايد عندنا حالات كانوا منفصلين وردوا حق بعض أو على وشك الانفصال، فإحنا نفس ما قالت حصة أن إحنا نكون أحياناً المرآة لهم، لكن في توصيل المعلومة لازم يكون طرق أن ندرس الشخصية اللي قدامنا ونعرف شلون نوصل لها المعلومة ومن أي باب نوصل لها. إذن في طلاق سلبي وفي طلاق إيجابي. صح. في نوع من الطلاق. طلاق ناجح. السائد هو السلبي. نقدر نقول أن ثقافة المجتمع تقريباً أن الطلاق معناته الانفصال، معناته العائلتين ما تكلم بعض، والعادات والتقاليد أصلاً ما تسمح حق الطليقين ممكن أحياناً أن يكلمون بعض يتواصلون حتى لو عندهم عيال، وأحياناً هم محتاجين أن يتواصلون حتى الأسر بعد عيال. ممكن تصير تفكك بين العائلتين. قبل شوي شفنا نموذج، قبل شوي شفنا نموذج جداً جميل، فنانتنا الجميلة غدير السبتي تقول أنا منفصلة من رأيي والحين إذا بغيت شيء استشيره وتواصل معاه. بالعكس شيء ضروري للأطفال، يعني إحنا إذا دشت العاطفة والكبرياء بين الزوج والزوجة هني تلاقين صار في تجنب وخلاص الاثنين يبتعدون عن بعض، لكن لما أنا أشوف الطلاق هذا إن هذا اللي مصلحتي وإنه هو شيء وايد مريح لي وإيجابي لي أنا، فهني خلاص راح يعني يكون التعامل مع الطرف الثاني التعامل طبيعي وعادي مفروض يكون كذا. يعني أنا ومحمد اليوم استلمناكم أسئلة مو طبيعية. وإحنا ترى مو عادتنا شيء ما نشوف الرجل اليوم صارت خبقة علاجية، يعني إحنا استشارات تربوية نفسية مجانا، فطحتوا بيد مجرمين. بقول لك بس نقطة حصة، يعني أول تمس أنا وأنوار تقينا قاعدنا على قهوة على أساس إن نطلع شيء نغير جو، يعني نستانس طلعنا ما عندنا شيء طلعتنا صارت كلها تكلمنا عن وايد خطط، تكلمنا عن وايد مشاريع، خلاص والحين قررنا بنسوي شيء جديد مع بعض، يعني صارت الطلعة وايد عملية. حلو. مجال وايد يعني حلو. عسى الله يوفقكم إن شاء الله ويديم هذه المحبة. شكرا لك الدكتورة عداري الفضلي وأيضا الأستاذة أنوار الحمد على تواجدكم معنا في إطلالة جميلة عبر شاشتنا الغالية شاشة تلفزيون دولة الكويت في غبطة رمضانية جميلة. حصش عندك؟ أنا والله أحب أشكر فيلا فانيلا على الكيك الحلو هذا اللي جايبينه حقكم. شفتي حلوة كل واحدة منكم لها كيكة. باخذ واحدة أنا. وأشكر طبعاً عساكم العواد الإعلامية الراقية حصل أغني، أشكرها شركة أوليف لاين على اللي يعني يعطيهم ألف عافية على الأوليف لاين اللي دازينا شيء خطير لازم نجربه كلنا. زي باخذ واحدة أنا البيت. زيتون وأشياء و. عسل ما شاء الله يعني تستاهل وايد حلو، بس انا باخذ واحده حق الشباب. انت بتاخذ واحده حق الديوانيه؟ عليك بالعافيه ثلاثتهم اليوم. ايش معنى قلتي للديوانيه مو البيت؟ لان هو شكله بيروح الديوانيه. ديوانيه على طول لازم. اوكي. طبعا كانت هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم، واكيد قاعد اشوف حصه بتقول شيء. اي والله اشكر طبعا غدير البرجس على الازياء وروان الكيبي على الميك اب، والطقم الحلو هذا من مجوهرات العوضي. العوضي أشياءهم وايد حلوة. وعبيد على التسريحات. أكيد. يعطيهم ألف عافية. يعطيهم ألف عافية. كل الشكر لكم متابعينا على حسن المتابعة. هذه هي غبقتنا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. تمام. سونا لها.